وللمزيد من التفاصيل والمتابعة معنا السيد عصام، الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار. دكتور خليل، بعد التحية لعلك تابعت معنا وتتابع مشهد احتفالات المصريين في الشوارع والميادين بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة. كيف تابعت المشهد منذ أوله، منذ إعلان الهيئة الوطنية لنتيجة هذه الانتخابات؟ الحقيقة يعني لا أخفي عليك سرا، أولا أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين وألف مبروك عليك وليك والمصر كلها. هذه الملحمة الوطنية اللي انتهت بتتويج تفويض الشعب المصري بتولي فخامة الرئيس الست سنوات القادمة. الحقيقة احنا كنا متوقعين ده، لأن حتى النسبة بتاع الفتوح احنا كنا تقريبا يعني حاسبين نسبة، يمكن كنا طمعانين شوية، كنا بنقول حوالي 70، هي جت 66.8%. بعد غلق الصناديق وبدء الفرق، الحقيقة هو مشهد احتفالي زي ما كانت الانتخابات والاقتراع مشهد احتفالي. المصريين بيسطروا ملحمة لوطنيتهم، ملحمة يعلموا تماما أن مصر تستحقها وقائدهم يستحق هذه الملحمة. فالحقيقة هذه الاحتفالية في جميع الميادين ويعني حتى الآن ما زالت المصريين في الشوارع مبسوطين وفرحانين. خليني أقول لحضرتك، هو مشهد بيرجع لي ذاكرة 30 يونيو. نعم. بكل المقاييس، الحفاظ على الأمن القومي المصري والهوية المصرية ونزول المصريين بأرقام غير مسبوقة الحقيقة. يعني خلينا نقول لحضرتك، أنا مش اللي لفت نظري فقط الاحتفالية، أنا اللي لفت نظري هي الأرقام، لأن الأرقام لها دلالات عظيمة جدا. حضرتك نسبة المشاركة هي الأعلى في تاريخ كل الانتخابات الرئاسية في مصر، الخامس انتخابات هي الأعلى. نعم. فخامة نسبة الباطل تعتبر بمقارنة الحضور ضعيفة جدا. لو خدنا بقى نسبة لفتت نظري جدا يا أستاذ يوسف، وهي إنه لو إحنا حسبنا، لو إنه فخامة الرئيس 89.6% من إجمالي 66%، يعني 66% حضور، هذا معناها أن فخامة الرئيس نستطيع أن نقول أنه قد حصل على الأغلبية المطلقة حتى في حالة الباقي كل الناخبين، يعني هو يعتبر 60% من إجمالي المقيدين في الانتخابات، في جداول الانتخابات، هذا لم تحدث في تاريخ الانتخابات في العالم كله يعني. فهناك قراءات، هناك لابد أن نقف طويلا، سنقف طويلا في تحليل هذه الأرقام، وخصوصا كمان لما ندرس الأرقام في نزول المناطق اللي ما كانتش بتنزل، زي الأطراف، زي مثلا الواحات، زي مرسى مطروح، زي سيناء، زي نسبة الشباب الغير مسبوقة، وفخامة الرئيس ذكرهم النهاردة بالتحية. الحقيقة النهاردة هو يوم تاريخي في مصر غير مسبوق، بيسطر فيه المصريين ملحمة جديدة كما سطروا ملحمة من قبل في 30 يوم، وكما لو كنا كل 10 سنوات المصريين لهم موعد مع التاريخ. نعم دكتور عصام، إذا تحدثنا كما ذكرت عن لغة الأرقام، فهي أبلغ لغة في إيصال أي رسالة. أثناء تغطيتنا للعملية الانتخابية كنا نتوقع أن تكون نسبة الإقبال والتصويت عالية، ولكن فوجئنا بأنها تصل إلى 66% في هذه المرة من الانتخابات في تاريخها، في تاريخ مصر لم تصل نسبة التصويت في أي انتخابات لهذه النسبة. نذهب إلى كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إعلان النتيجة، ماذا أو عند أي نقطة أو عدد من النقاط توقفت وأنت تمثل حزب من الأحزاب المصرية التي شاركت في هذا المشهد الانتخابي؟ الحقيقة هناك نقاط كثيرة جدا ممكن نتوقف عندها. نعم. أولا أنا فخامة الرئيس وضع عهدا أو لمس رسم ملامح الفترة القادمة حين قال أننا سنذهب إلى في الجمهورية الجديدة بالمرحلة الديمقراطية بتاعتها في بناء الإنسان، في زيادة قدراتها العسكرية والسياسية والاقتصادية. أنا استوقفني الموضوع ده جدا، اللي هو فخامة الرئيس الحقيقة وضع لنا جميعا
المرحلة القادمة، ولا بد أن نعلم جميعا أننا متشاركون فيها. يعني إحنا من بكرة هنقفل مرحلة هذه الانتخابات، ثم ندخل ماذا علينا كمصريين جميعا. علشان أننا لاحظت كمان فخامة الرئيس في خطابه دائما ما يقول نحن أي هو وضع أيضا أحد الملامح والأسس الرئيسية في الجمهورية الجديدة القادمة، أننا جميعا كمصريين باختلاف لا نختلف مدام عندنا الوطن ويجمعنا الوطن جميعا، جميعا مسؤولين على أن نكون فاعلين في زيادة قدرات مصر العسكرية والسياسية والاقتصادية. السياسية نحن كأحزاب علينا مسؤولية كبيرة جدا، والاقتصادية نحن أحزاب برضو علينا مسؤولية كبيرة جدا في المساهمة في هذه المواضيع كمصريين. الحقيقة برضو لفت نظري فخامة الرئيس حين أعطى قال أن التصويت المصريين هو رسالة للعالم في رفضهم التام للغزو الغادر والغشيم على أهلنا في غزة. والحقيقة دعني أضيف شيئا آخر، هو فعلا بالتأكيد هو رفض لما يحدث في غزة، ولكن هو تفويض وإعلان ثقتهم في كل الخطوات التي اتخذها فخامة الرئيس في المرحلة السابقة، وتفويض له فيما سيأخذه في المراحل القادمة بشأن هذه القضية وحماية الأمن القومي المصري. دكتور عصام، يعني أحد الملفات أو أحد الإنجازات في تاريخ الحياة السياسية في مصر في الفترة السابقة كان الحوار الوطني. اليوم السيد الرئيس في كلماته أشار إلى استكمال الحوار الوطني لأعماله وفعالياته، كيف توقفت عند هذه النقطة؟ هذه حقيقة نقطة برضو استوقفتني، وأنا بقول برضو إنها من ضمن الآليات لجميع لأن نكون جميعا متشاركين في المسؤولية في الجمهورية الجديدة القادمة. يعني الحوار الوطني وبدايته كانت وضع كان فخامة الرئيس حيث دعا إليه في إفطار الأسرة المصرية حين قال لوضع أولويات العمل الوطني في المرحلة القادمة، فأراد جميعا أن نكون متشاركين. الحقيقة فخامة الرئيس يعلم جيدا ما هو المطلوب، ولكن هذه رسالة لنا جميعا أننا جميعا شركاء في هذا، بدليل أنه مخرجات الحوار الوطني التي خرجت فخامة الرئيس فعلها بطرقها، سواء كان بمشروعات قوانين أو إحالتها إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيال تنفيذ هذه القرارات أو الأطروحات. أيضا المبادئ المبني عليها الحوار الوطني ليست مغالبة، ولكنها نبحث جميعا فيه عن المساحات المشتركة. أيضا هذه هي أحد ملامح الجمهورية الجديدة. فالحقيقة الكلمة كانت سريعة جدا، كانت لفت نظري أيضا أن فخامة الرئيس دعانا جميعا لأنه زيادة القدرة السياسية والعسكرية والاقتصادية وبناء الإنسان هو ما نحلم به للجمهورية الجديدة، فدعانا جميعا أن نعمل للوصول لتحقيق هذا الحلم. نعم، يعني المهام جسام أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة القادمة، سواء كانت تحديات داخلية أو تحديات إقليمية ودولية. أنا بشكرك جدا دكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار. مشاهدينا، تحدثنا عن التهاني التي تصل وتتوافد إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، حيث هنأت القيادة العامة للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي بثقة الشعب المصري والفوز في انتخابات رئاسة الجمهورية.